وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد الظلماء في الأكوان. وصحيح مسلم فيه أفضل ما روى أهل الحديث بصحة وبيان. علم بدا في نهجه متفرد بعد البخاري صح والقرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، حيث نتناول في البداية أهم المفردات والمعاني التي جاءت في هذه الأحاديث، ثم نبين أهم الأحكام الشرعية والعقدية والفقهية وغيرها من الأحكام المتنوعة التي جاءت في هذه الأحاديث، ونختم بعد ذلك في ذكر أهم الفوائد والفرائد وأهم مقاصد سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم والتي جاءت في هذه الأحاديث. أخوان الكرام، أخوات الكريمات، ثواني معدودة استمع لهذا الحديث ثم نعود إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخواتي الكريمات، عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وبعد أن استمعنا لهذا الحديث، ولا يزال الحديث مصولا في شرح أحاديث كتاب الأدب من كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث حديث الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بوبه المصنف بقوله: باب في النهي عن الجلوس في الطرقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا في مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة أمور يعني أمرهم بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، الإسلام حرص على إعطاء الحقوق والمحافظة على حقوق الناس وحقوق المجتمع، والتمسك بالأدب الجم بهذه الحقوق الجميلة وهذه الآداب الكريمة فيما بين الأخ وأخيه،
وفيما بين الإنسان وباقي إخوانه في المجتمع. من هذه الآداب وهذه الحقوق ما جاء في هذا الحديث، حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المشهور، وهو حق الطريق. ففي هذا الحديث يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، قال هذه الصيغة صيغة تحذير، يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات، وذلك لأن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى كشف العورات الذاهب والراجع، وإلى النظر فيما معه من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع عليها أحد. ويضيف الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال: وبما يفضي أيضا إلى الكلام والغيبة في من يمر، إذا مر من عندهم أحد أخذوا يتكلمون في عرضه، وهذا الذي يحدث الآن. تجد الناس جالسين في الطريق، جالس في السوق، فلان كذا وفلانة كذا، وهذا لونه كذا وهذا شكله كذا، انظروا إلى فلان وانظروا إلى هذا وانظروا إلى هذا الطفل الصغير وانظروا إلى هذه المرأة. فمما يعرض الإنسان أن يقع في الخطأ ويقع في غيبة الناس ويعني ذم هؤلاء الناس والوقوع في المحظور. لذلك حذرهم من الجلوس في الطرقات. فهنا قال الصحابة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، يعني أننا نجلس نتحدث ويأنس بعضنا ببعض ويألف بعضنا بعضا ويحصل في ذلك الخير. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مصممون على الجلوس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقا. هنا أجاز النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الجلوس في الطرقات، ولكن بشرط أن يعطوا الطريق حقه. فلم يشدد عليهم ولم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المجالس حيث يأنسون ويتحدثون، ويعني لم يشق عليهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا النهي يقول الشيخ ابن عثيمين يقول هو على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك وتحقق حاجتهم إليه أباح لهم ذلك، ثم نبههم يعني بشروط وبأهمية إعطاء هذا الطريق حقه. فلذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني أعطوا الطريق حقه، وذكر لهم إعطاء الطريق هو غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذه خمسة أشياء من حق الطريق يجب على من أراد الجلوس أن يحققها. أولا غض البصر، يعني غضوا أبصاركم عما حرمه الله عز وجل، سواء كان رجل سواء كان امرأة، خاصة المرأة يجب أن يغض الإنسان من بصره عنها، والرجل كذلك أيضا تغض المرأة البصر عنه، ولا تحد البصر حتى تعرف ما معه. وكذلك يعني كف الأذى، سواء الأذى كان قولا أو فعلا. للأسف هناك من يجلس في الطريق يسب الناس، يتعرض للناس، يتعرض للرجال، يتعرض للنساء، يتحرش بهم أو بهن، كل ذلك لا يجوز ولا ينبغي والعياذ بالله. وهناك من يتعرض لهؤلاء الناس بالغيبة والنميمة، يتكلم عليهم أو يسبهم أو يشتمهم، أو يعني يقول فلان طويل وفلان قصير وفلان سمين وفلان سمينة وهكذا،
كل ذلك من الغيبة والعياذ بالله. الأمر الثالث رد السلام من حقوق الطريق، إذا سلم أحد ينبغي عليك أن ترد عليه السلام، والسنة أن المار يسلم على الجالس، وكذلك يسلم المار على الجالس، فإذا سلم فرده رد عليه السلام، والصغير يسلم على الكبير، والواحد يسلم على الجماعة. الأمر الرابع الأمر المعروف، المعروف هو كل ما أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإنك تأمر به. إذا رأيت واحد مار مقصر فإنك تأمر به، كذلك يعني أو تحثه على المعروف وترغبه بالخير، كذلك تنهى عن المنكر. رأيت إنسان يفعل منكر، يتكلم بكلام يسب الناس، يضرب أحد، يتعدى على آخر، فإنك تنهى هذا الإنسان عن هذا المنكر. أخواني الكرام، أخوات الكريمات، هذه خمسة حقوق أو خمسة يعني أمور ينبغي على من يجلس في الطرقات أن يعني يلتزم بها، حتى يكون هذا المجتمع مجتمعا مترابطا متماسكا، فيه الأدب وفيه الأخوة والمحبة فيما بين الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه أحاديث النبي وهديه، فيها الهنا وسعادة الإنسان، كالشمس تعطينا الحياة بنورها، فتبدد الظلماء في الأكوان. وصحيح مسلم فيه أفضل ما روى أهل الحديث بصحة وبيان، علم بدا في نهجه متفرد بعد البخاري.